السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك دابا على بركة الله. سي با اسكو لا فوا اي كلير، الصورة واضحة ولا ما واضحاش؟ دونك جو في كونتينيي اون اتوندون لاريفي دو تو الموند. اليوم كيما وعدتكم غنخدمو ان اكزارسيس دو اناليتيك اللي ديجا صيفط لكم يعني في الواتساب. اوكي سلام لطيفه دريوش، مرحبا. تري بيان، دونك مرحبا بالجميع. دونك aujourd'hui on va travailler un exercice de comptabilité analytique ou l'exercice اللي صيفط لكم في الواتساب. اوكي دونك وي واضح الصبوره واضحه؟ شوف لي الكتاب واش واضح في الصبوره. تري بيان دونك نقربوا شويه باش نعملوا الكاتاج. اوكي كما سا جو كرو سي ميو. تري بيان اوكي تري بيان. فاطمه الزهراء مرحبا، امينه لتيم، عبد الرسول، مروان طيب، فاطمه الزهراء، الفشالي، مروان، مرحبا بالجميع. Très bien. Salam, واش ممكن تخلي اللايف انغوجيستري كوم دابيتود؟ الا كنتي اول مره كتابعينا دونك سوي لا بيان فينو. دونك بالنسبه للناس القدام عارفين ديما اللايف كيبقى مسجل. فاتحه بندوز. اوكي مرحبا. اللي مهم عندي فتبان لكم الصوره ما واضحاش دونك فيت مواتين سيل بوبلي بوغ اريتي. سلام، واش كلشي واضح؟ الصوت واضح؟ اي الصبوره واش واضحه ولا لا؟ شرطو الكتابة اللي فيها هنا تمرين هذا رجاء ماز. اوكي هاد التمرين صيفطنا البارح في الواتساب في لي جروب واتساب. جو سي با موا دو كيل اكزارسيس مي سي دو لونتربريز سالي. دونك اون فا كوريجي انصومبل ان شاء الله. نهيلة مريني رجاء. اوكي هنا تمرين هذا سبا. دونك ملي نقول لنا تمرين دونك الناس اللي كانوا معنا البارح دونك راه عندهم التمرين، وغادي نخلي لكم في لو ليان ان شاء الله في لا ديسكريبسيون نعطيكم لو ليان ديال التمرين باش الناس اللي كيتابعونا اول مره دونك يلقاو التمرين ويخدموا هذيك الساعه من بعد ويشوفوا لا سوليسيون معنا الى بغا. اوكي اكزرسيس دي كا ديالاش. اوكي سي لو كو كومبلي. حسن كيحال ويراني نهيلة نو ما واضحش مزيان. اوكي محمد المريني مرحبا. لمياء شابون واخا تخلي اللايف. اوكي السؤال دونك غادي نحاول غادي نبدا دابا دونك نو زافون 30 بيرسون دونك جو في كومونسي. سي المريني مرحبا تبارك الله عليك. دونك ليكزيرسيس غنحاول نقرا معكم دونك ديبار ديالو باش الناس اللي ما كانوش متبعين معنا يتبعوا معنا. بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك لا ديفينيسيون ديالها و لو باساج من شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال اناليتيك اي لي زوتر تيب شابيتر سيتادير ايفالياسيون دي سورتي دو ستوك فيفو لي فو كو مويان انتربوندري لو كو كومبلي لو كالكول دو كو داشا لانفونتير بيرمانون لو كو دو برودكسيون كو دو روفيان جوسكا ريزولتا اناليتيك لا كونكوردونس. هاد لي زيليمون كاملين غنشوفوهم في هاد التمرين. اوكي هاد لي زيليمون كاملين غادي نهضروا عليهم في هاد التمرين هذا. اللي ما شافش لي فيديو اللي ديجا انا حاط يعاود يشوفهم الله يعطيك. دونك بور نو با ريبيتي لا ميم شوز. كيفاش غادي نتعامل مع التمرين؟ دونك هذا هو الهدف ديالنا في هاد اللايف. دونك باش يتعطاني تمرين كيفاش نقرا وكيفاش نحاول انا نخدم لا سوليسيون ديالو. غنحاول نشوف لي كومونتير ديالكم او فيغ ميزور. واش كاين جروب في الواتساب؟ وي دونك غادي نخلي لكم توا في الديسكريبسيون نخلي لكم اللين ديال الجروب باش انكم تدخلوا تشوفوا التمارين اللي غادي نخدموا في لايف ان شاء الله. امينه ليتيم اللي ما واضحش يقاد الكاليتي ديال الفيديو. اوكي هذا ميساج بور لي بيرسون قادوا الكاليتي ديال الفيديو ديالكم في البارامتر باش تبان لكم الصبوره واضحه. الا كان نوتر بروبليم سي بروبليم دو كونيكسيون دونك جو بو ريان فير. مرحبا المحمدي تري بيان اون ديمار. دونك اون كومونس دونك 5 مينوت بور بلا 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 دونك اون ديمار نوتر لايف ان شاء الله.
et la solution des exercices de l'entreprise Selim. L'entreprise Selim fabrique deux produits, T1, T2, à partir d'une matière première unique M, dans un seul atelier de production. Le paragraphe ou l'exercice كامل اللي كتخدمو automatiquement avec la première partie où tu as le processus de production. Le processus de production, je n'en sais rien. Trois éléments essentiels. Je n'en sais rien de matière première, je n'en sais rien de produits finis ou je n'en sais rien d'atelier. Ou je n'en sais rien de ce qu'on appelle un schéma de processus de production. Donc, ce schéma de processus de production, je vais faire donc le schéma de cet exercice. عبد الرحيم العجان، حسن الريف، مرتجي إحسان، ملك أي تحمو. مرحبا بك جميعا. Très bien. Donc, comment on doit faire? La première des choses, je note matière première. Par exemple, les matières premières que nous avons. Quelle matière première عندي في الاكزرسيس؟ عندي وحدة. هي M. OK؟ هاد M هادي واش لي ستوكابل ولا نو؟ ديما من فاش تقرا التمرين غتشوف لي ماتيير بروميير اللي عندك واش كيدوزو من ستوك ولا لا. الا كانوا من كيدوزو من ستوك خصنا ضروري نديرو سكون ابل لو سي بي، سيتادير لو كونت دانفونتير بيرمانون. جو مي كوم سا فلاش، جو مي واحد تريانجل، تريانجل كيعني بانه لي ستوكابل، سي لو ستوكاج. ابخي اش من اتولي غدوز منه؟ واش عندنا ان سول اتولي او بيان بليزيور اتولي؟ دونك عندنا في هذا التمرين، وهذا التمرين سهل، المعطيات فيه واضحين، ما فيش انك تبحث على شي حاجه، مي مزيان كون ديبار انك تبدا بهذا التمرين، حيت الا بديتي بشي تمارين معقدين ما غتفهم والو في الكونتا اناليتيك. اوكي دونك ابخي دونك عندنا ان سول اتولي، اتولي اللي عندنا هو واحد. كون عندنا دوطر اتولي دونك اون فالي تراسي دو البروسيس دو برودكسيون. فاش غيعاونني بزاف؟ غيعاونني فاش نبغي نصاوب لو سكون ابل لو كو دو برودكسيون. الا ما كانتش عندك يعني الشيما واضحه، راه ما تقدرش تخدم التمرين بكل اريحيه. شي حد سول هاد التمرين ديال بروميير اني ولا دوزيام اني؟ نزال قلاوي نو سي دوزيام اني، سي لا كونتابيليتي اناليتيك. ليا عدنان مرحبا. دونك عندنا ماتيغ بروميير اي لي ستوكابل، باش غادي نعرف هو ستوكابل ولا لا كنشوف لي دوني دو ليكزارسيس. مثلا الا قريت في ليكزارسيس القى بان كاين عندنا دي زانفورماسيون سور لو ستوك، ستوك 1 جانفي ماتيغ بروميير ام بلا بلا بلا. دونك كاين ستوكاج، دونك ملي كاين ستوكاج ضروري خصني نبينو. الا بينتو هنا دونك خصني ندوز ليتاب من بعد كود اشا ندير ليه لو سي بي. لاتولي 1 دونك هو السول في طابلو دو ريبارتيسيون، هو السول اتولي اللي عندي باش نعرف زعما لي زاتولي اللي عندي في التمرين كنشوفهم في الطابلو دو ريبارتيسيون، كنشوف شحال عندي من اتولي. دونك هنا عندي اتولي واحد هو اللي غادي ندير اتولي، دونك سي با لا بين لو نيمورو. ابخي دونك ملي كتدخل الماتيير بروميير لاتولي شنو كيعطيك؟ نورمالمون كيعطيك البرودوي فيني. دونك هاد لو برودوي فيني اللي كيتعطاني كيدخل ستوك ولا لا؟ دونك باش نعرف نقرا التمرين، الا لقيتو في ستوك ضروري خصني ندير سكون ابل لو تريونغل. هاد لو تريونغل هو اللي كيعني ستوك. دونك ابخي غادي نبيع، شنو كنبيع؟ كنبيع لو برودوي فيني. دونك لو برودوي فيني اللي عندي انا هنا شنو هو؟ هو دو برودوي فيني عندي تي ان اي تي دو. كوا كلير؟ كلير سي بون. دونك لاشا، دونك هنا سي ا بارتير دو لا اللي غادي نخدمو به سكون ابيل لو كو داشا. Donc, ça concerne la matière première. Après, quand je dis le stockage, il y a qu'un seul ce qu'on appelle le CIP. C'est-à-dire, c'est quoi le CIP? C'est le compte d'inventaire permanent. Le compte d'inventaire permanent. Les OA, Caranzoli, CIP. Après, Flatuli 1, donc, il y a qu'un seul ce qu'on appelle le coût de production. Le coût de production avec le VLH, bien les produits finis. Après, donc on va passer au quoi? Au CIP. CIP VLH, bien les produits finis. Donc là, normalement, on va calculer le coût de revient. Le calcul de coût de revient et résultat analytique. عندنا في الاخر الكود روفيان اي ريزولتا اناليتيك. اوكي باقي جوسكو لا؟ دونك الامور واضحه اللي شرحت الان؟
دونك هذا لو شيما كيوضح ليا انا لو بروسيس دو برودكسيون كومون ايلي، ومن بعد عاد باش كنبدا نخدم التمرين. وهنا هذا لو شيما سي لو شيما سكون ابل دو بروسيس دو برودكسيون، وهي ديال لا بروميير ميثود، ديال لا ميثود دو كو كومبلي. حيت في لي ميثود اللي غادي تقراو هذا العام عندكم دو ميثود، ميثود دو كو كومبلي ولا ميثود دو كو بارسيال. كو كومبلي يعني انا نهضر على لي شارج كاملين ديريكت اي انديريكت، و جو في كالكولي سكون ابل لو كو جلوبال اللي هو لو كو دو روفيان. وكيكون عندنا لو ريزونمون اللي كنفرق ما بين لي شارج، و كنقول ديريكت اي انديريكت. فاش كندوز لا ميثود دو كو بارسيال كنهضر على ان اوتر ريزونمون، كنقول كاين دي شارج فاريابل دي شارج فيكس اللي هو غادي نشوفو السوي دو رونتابيليتي، لا ميثود كو فاريابل، لا ميثود دامبيوتاسيون راسيونيل، لا ميثود دو كو فاريابل. اوكي، هاد التمرين هذا داخل في لا ميثود دو كو كومبلي، يعني جو في كالكولي لو كو جلوبال اللي هو لو كو دو روفيان. سي بون، الترتيب، هاد الترتيب هذا هو الترتيب ديال لا ميثود كو كومبلي. Après, donc, ni quand il y a le tableau de répartition, ou Ada, ni Radin Choufou ensemble, quand il y a le coût d'achat, mais le moral coût d'achat, quand il y a le CIP, matières premières. Après, je passe au coût de production, mais le moral coût de production, quand il y a le CIP, produits finis, ou quand il y a le coût de revient et résultat analytique. Nous avons dit que nous avons fait un exercice dans un module de gestion de production. Non, c'est la comptabilité analytique. AMC Jelena, exercice de comptabilité analytique. Marwan Tayeb, monsieur Tableau Makiben, Chouacha, qualité de vidéo. Ok, je crois qu'il y a problème de connexion. Lorsqu'il y a problème de connexion, donc la qualité de l'image, qu'elle ne pas floutée, on peut dire que ça. Pour les autres, je suis le Sbora Beyna, pour qu'on démarre la correction de l'exercice. Oui, j'attends votre remarque, s'il vous plaît. On va continuer l'énoncé de l'exercice. Les rites, ben, on va voir maintenant l'exercice. Oui, bien, monsieur. Ok, très bien. Donc, un des entretiens fait un tableau de répartition des charges indirectes. Je nous ai dit. Qui connaît les sections auxiliaires et les sections principales. Pour le faire, bien sûr, on a déjà starté les vidéos. On va déclarer les comme les liens de vidéos, description. Total de répartition primaire. La répartition primaire, c'est-à-dire la répartition des charges qui sont indirectes. Est-ce que les charges indirectes? Les charges indirectes. Le tableau de répartition des charges indirectes. Au sein des charges indirectes, je fais un petit rappel, ce sont des charges communes. Les différents ateliers ou les différentes sections. Les sections auxiliaires, je ne sais pas comment vous avez dit que vous avez dit. Donc, elle joue au moins les sections auxiliaires. Donc, elle a transport ou entretien. Ou fait la répartition secondaire, je nous dis. Dis-moi qu'il y a deux prestations. Et il m'a, pardon, qu'il y a deux prestations. Prestations simples et prestations croisées. Simple, il y a une autre, qui est une autre, qui est une autre. Mettez-le, elle a transport, qui est une autre. Je vais les services d'entretien. Maintenant, elle a un pourcentage. Elle dit qu'elle est simple. Au croisé, il y a un des mercantines de la partie, avec le carré là, ou qu'un chouf, transport qui est à terre, je suis l'entretien, ou l'entretien qui est à terre, je suis bien, pardon, le transport. Et là, je suis un tableau d'arôle, je suis un nidba. Je n'ai pas de nidba, il y a des vidéos qui fait ce que tu as dit. Alors, déjà, des vidéos concernant ça, elle me fait, je vais regarder ma vidéo. Donc, on va faire un nidba, je vais faire un nidba, Inch'Allah. Ok, Yassine Rochid, merci. Ok, très bien. Tennis, top. Ok, merci. Cela, ok, Mac, Corona, Krim, cela. Je n'ai pas de jaloux, mais c'est. Amin, Amin, had d'avoir très bien. Très bien. Il a quand même fait un schéma de processus de production. Je venais de noter le titre, avec un schéma de processus de production. Yeah. Schéma de processus de production. Donc, c'est l'explication de travail de la méthode de coût. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, c'est bon, honnêtement. On va faire un chiffre. Honnêtement, qu'est-ce qu'on va faire? Quand j'ai un programme maintenant, quand j'ai le transport, je fais des charges, puis search, je l'autre. Transport, transport, via
26,000 ديال لي شارج انديريكت اوكي زائد 20% دونك انا عندي البورسونتاج سي 20% 20% ديال اش 20% دو لونتروتيان دونك بلوس 20% اونتروتيان اوكي وغنمشي لونتروتيان شحال فيها لونتروتيان رمز لها ب تساوي شحال 17000 هو لو مونطون جلوبال 17000 زائد شنو 10% دونك هنا البورسونتاج 10% ديال الترونسبور زائد 10% ديال الترونسبور هي تي دونك باش بلا ما نعاود نبقى نكتب كلشي دونك درت ليهم روبوز اونتروتيان سي او وترونسبور سي تي وغادي نحسب وحده بدلالات الاخرى واللي ما كيعرفش هادشي خصو يتعلم ليه يقول لي كنت لي تيغير وما كنعرفش نصاوب هاد العمليه هادشي سي فاسيل دونك ساهل انا نتعلم بون تري بيان كومون جو في فير هاد الترونسبور اللي هو تي كيساوي 26000 زائد 20% ديال او هي فاسيل ا جوج او شنو هي او لونتروتيان دونك جو مي او صافي نعاود نكتب هادي نجي لهنا هاد الاخرى ما غاتبانش ليا في لوطر كوتي على ما اعتقد نكتبها هنا دونك ترونسبور كتساوي 26000 زائد 20 هي 0.2 او او شنو هي هادي دونك غادي نعوض غادي نعوض هنا دونك هادي او كتساوي 17000 نفتح قوس 17000 زائد 10% هي 0.1 تي سي بون ونحسب دونك تي شنو كتساوي 26000 زائد 0.2 في 17000 دونك تعطينا سي 3400 على ما اعتقد زائد 0.02 تي واللي عندي مجهول واحد هاد المجهول هذا اللي هو تي اوكي هاد تي هذا دونك هو اللي بقى عندي مجهول غندير المجاهيل بجهه وندير المعالم بجهه اخرى دونك كومون جو فيغ غندير تي ناقص هادي غادي نحولها 0.02 تي كتساوي 26000 زائد 3400 دونك واش الكالكول عندي صحيح ولا لا فيت موسين الا كانت الامور عندكم واضحه كلير با كلير اوكي جاتون فو رمارك سيل فو بلي دونك شحال تساوي هنايا تي ناقص 0.02 تي غتعطيني 0.98 تي كتساوي 26 زائد 26000 زائد 3400 هي 29400 وبالتالي تي شحال تساوي 29400 مقسومه على 0.98 اذا غتساوي تقريبا على ما اعتقد الا كان الكالكول عندي صحيح تساوي 30000 سي بون OK, très bien. Oh, pour l'autre, pour l'entretien, je ne sais pas, je vais noter ici. L'entretien, je vais noter ici. L'entretien, je vais noter ici. Donc, c'est 17,000. Zaid, il y a 5 faciles à voir. On doit avoir transport. Transport, je vais noter 30,000. Donc, 5 faciles à voir. 30,000. Donc, je vais noter 17,000. Zaid. 3000 دونك كتساوي 20000 دونك لقيت ترونسبور كيساوي 30000 و لونتروتيان كتساوي 20000 تري بيان كاع مصاوبين صحاح مزيان دونك هاد العمليه واضحه ما فيهاش اشكال تري بيان فاصون دابا كيفاش غادي نسجل هاد لي دوني ترونسبور غتسجل فين ترونسبور كنجيب هنا ترونسبور هنا ترونسبور هنا فهاد الخويات دونك هنا جو نوت 30000 ديرا وما ننساش ندير لو سين موا ما عرفتش واش السيلو زرق كيبان ولا ما كيبانش الا ما كانش كيبان لكم باش نبدلو ونبقى نكتب به بالنوار دونك هنا 30000 ونجي لهنا اونتروتيان نكتب 20000 ديال وطبيعه الحال لو سين موا ولو سين موا قلنا شنو هو لو سين موا لو سين موا يعني il sera réparti ما غيبقى دونك غادي يتفرق اوكي دابا العمليه ديال لا ريبارتيسيون
هاد 10% و 20% و 40% و 30% هادو كيتسماو دي كلي دو ريبارتيسيون. كلي دو ريبارتيسيون اوكي، هادو كيكونوا معطيات ماشي انا اللي غادي نقلب عليهم. غنحسب ناقص 30000 في 10% هي 3000، هنا 6000، 40% دونك غتكون 12000، 30% غتكون 9000. هو هذاك تري بيان. Vérifiez avec moi le calcul, s'il vous plaît, au fur et à mesure. La quatrième machine est avec, faites-moi signe, s'il vous plaît. La même chose, on va travailler ici. 20 000. Donc, on a 20%, donc, ça va être 4 000 dirhams. L'autre, les autres pourcentages, je ne me rappelle plus. Donc, on trouve un AIH, on a dit. On a dit, voilà, on a dit 5%. 5%, donc, il y a 12 000. On a dit, je suis là. 20% دونك هي 4. او ابري دونك عندك التحدي، التحدي هو انك خصك تلقى صفر هنا. دونك هنا اون دو تروفي زيرو. الا ما لقيتش الصفر عرف بان عندك شي حاجه ماشي هي هذيك في التمرين، تي دوا الغفير. دونك عندي 26000 زائد 4000 ناقص 30000. دونك هنا 26 زائد 4000 هي 30، 30 ناقص 30000 هي صفر. 17000 زائد 3000 20000، 20000 ناقص 20000 صفر. دونك الكالكول عندنا صحيح. دونك هذه هي الطريقه باش كتعرف بان التخراج ديال النظام ديالك هو هذاك صحيح ولا لا. سي ا بارتير دو لا هنا يخرج لك صفر، الا ما خرجش لك بان راه كاين شي مشكل. اوكي هو هذاك تري بيان ميرسي. ندوزو لهنا كيفاش غادي نحسب التوتال. دونك التوتال كيتسمى التوتال دو ريبارتيسيون سكوندير. يعني منين درت لا ريبارتيسيون سكوندير، حيت عندنا دو تيب دو ريبارتيسيون. ما كنبغيش نرجع لهذا الشيء، المهم رجعوا الله يرضي عليكم لي فيديو اللي حط كنشرح فيها الفرق ما بين ريبارتيسيون بريمير و ريبارتيسيون سكوندير، وبالتالي تكونوا فاهمين دو كوا ساجيتي. هنا كنجمع 12000 زائد 6000 هي شحال؟ 18000. 144 زائد 12000 زائد 12000 دونك غتكون هي 168000. لا ديغنييغ 23000 زائد 9000 زائد 4000 هي 36000 على ما اعتقد. صحيح. دونك ديما دونك فيت موا سين سيليا كيك شوز كي فا با. كندوزو لا ناتور دي زينيتي دوغ. هاد لي ناتور دي زينيتي دوغ نورمالمون كيتعطاو ليكم كوم دوني، الفو فاغ تري اتونسيون. هنا لابروفيزيونمون عندنا كيلوغرام دو ام اش او تي، تيدير ام سي كوا؟ سي ماتيار بروميير. L'atelier, tu as une heure, main d'œuvre directe. Ce sont des données. C'est un peu le balayant. Distribution, on a 100 dirhams de chiffre d'affaires. Là, il faut faire très attention. Un ami qui a pris le nombre d'unités d'œuvre, je me suis dit, c'est un rejet. Le mot à dire, on a un peu. Donc, on a un kilogramme de matières premières achetées, de M achetées. Quand je suis on va me les achats. نشوف لي زاشا شنو مكتوب فيهم. هذاك الشيء اللي مكتوب هو اللي غادي ناخذ. كناخذ الكيلوات، قالوا لي تاخذ لي كيلوغرام. دونك غنمشي نقلب على الكيلوغرام ونشوف شحال فيهم. دونك كاينه على ما اعتقد ياك 18000. 18000 كيلو اللي شرياك صحيح خطا. التفاعل ديالكم الله يرضي عليكم باش نعرف راسي واش غادي معكم وهذاك ولا لا. اوكي 18000 قلنا. لا ماشي 18000، مي سي 24000. سلام فون، نتمنى تكونوا على خير. وي مرحبا نور الهدى، مرحبا. دونك نو سي 24000. ميرسي مروان طيب، لطيفة دري واش تخي بيان. سي 24000 وبعدا عرفتكم راكم معايا، بعدا ما خليتونيش خدام بوحدي. مزيان دونك 24000 اتولي شحال فيها في لي زور مان دوفر ديريكت؟ غتمشيو لينونسي اور مان دوفر ديريكت وغتشوف شحال عندك. OK هي نورمالمون دونك كاينه 6000 اور. دونك هاد 6000 اور منين جبناها؟ دونك غادي نجي لهنا ونقول لكم منين جبناها. عندنا 3150 اور بور تي ان، و جو كوا 2850 اور بور تي دو. دونك الا جمعناهم غيعطيونا 6000 اور. اكزاكت اوكي ما نضربوش. شوف ملي كنهضروا على لي زور كنهضروا على عدد الساعات، ما كنهضروا على الكوتي ارجون، كنهضروا على نومبر دور. فون
دونك عندي 3150 في 3.45 الا ما نضربهاش اوكي، حيت طالبين ليا عدد الساعات اور بندر جاك. دونك نقلب على عدد الساعات اليوم هذا 3150 زائد 2850 دونك كتعطيني 6000 ساعه. واخر حاجه غادي نختم بها في الطابلو هو لو شيفر دافير. نحاول نمسح هذا الشيء. très bien. هنا سون ديرا لو شيفر دافير. دونك شيفر دافير شحال عندي انا؟ غادي ننزل هنا نعطي لا ميم شوز. شيفر دافير عندنا دو برودوي، عندنا تي ان وعندنا تي دو. غنشوفو لي فونت، غنمشي نشوف لي فونت. هنا واش غادي نشوف العدد ولا غنشوف لا فالور؟ هنا غنشوف لا فالور حيت شيفر دافير هو لونسومبل دي فونت. بار دو ديغام، ما نهضرش على لي كونتيتي. دونك كومون جو في فار؟ غنمشي لي فونت، غادي نلقى بان بعنا 2500 معناها شحال 100 درهم لونيتي، والاخرى معناها 1200 معناها 125 درهم. فكندير العمليه حسابيه ان غتساوي 250000 وهذه غادي تساوي 150000 و المجموع ديالو غيعطيني 400000 درهم. ولكن شنو طالبين مني؟ طالبين مني 100 درهم، يعني شحال من 100 درهم كاين هنا؟ غنطير هاد جوج الاصفار الاخرين، دونك شحال بقات؟ بقات 4000، دونك ديفيزي سور 100، دونك سادون 4000 يونيتي هي اللي غادي نكتب بها. وي كلير و با كلير، وردوا البال ديما اهم شيء عندكم في التمارين ديال الكونت اناليتيك هما هاد لي زينيتي، خصك تقراهم وتقلب عليهم في ليمونسي. اوكي تخي بيان، اون كالكول مانا. كيفاش غادي نحسب لو كود يونيتي دوغ؟ القاعدة سهلة. لو كو دونيتي دوغ اش كيساوي؟ كيساوي التوتال دو ريبارتيسيون سوبرفير مقسوم على نومبر دونيتي دوغ. لو كو دونيتي دوغ ايغال توتال دو ريبارتيسيون سوبرفير سور نومبر دونيتي دوغ. هادي هي القاعدة. غنحسب هادي مقسومة على هادي شحال غتساوي؟ غتساوي 0.75. وندوز لهادي شحال غادي تساوي؟ تساوي على ما اعتقد 28 اي لا ديرنيير 9. هذا هو لوكو ديال شاك سيكسيون مقسمو. تري بيان عبد الرحيم. اوكي سالينا هاد لابارتي مزيان. كاين شي سؤال؟ دونك سي يا با اون باس ا لا دوزيام كيسيون. هادي لا بروميير كيسيون هو الطابلو. دوزيام كيسيون فيها لي زيتاب دو كالكول من ا تال زد، سيتادير غنحسبو لو كو داشا، من بعد لو كو داشا غنديرو سي بي، من بعد سي بي لو كو دو برودكسيون، من بعد لو كو دو برودكسيون غنديرو شنو هادي؟ 0.75. اوكي سي سا تخي من بعد قلنا الكو دو برودكسيون سي بي، من بعد سي بي غنديرو لو كو دو روفيان اي ريزولتا اناليتيك. اوكي نكملو على بركة الله. تخي بيان دونك دوزيام ايتاب غادي نبداو. قلنا اول حاجه غنبداو بلوكو داشا. هنا كمعلومه كنديرو لوكو داشا ديال اش؟ كنديرو لوكو داشا ديال ماتيير بروميير. كنقرا التمرين كنشوف شحال عندي ماتيير بروميير و جو كومونس ا تراسي الطابلو. يعني الا عندي ماتيير بروميير وحده غيكون عندي طابلو واحد، الا كانوا عندي ثلاثه غيكون عندي ثلاثه الطابلوات، يعني 3 كو داشا. وي نكملو تري بيان. دونك شحال عندي من ماتيير بروميير؟ عندي وحده ام كو داشا دو ماتيير بروميير ام. دونك شنو كيكون في لي دوني؟ دونك غادي يكون عندي معلومات بهاد الطريقه. هنا كيكونوا لي زاليمون، هنا كونتيتي بري يونيتير اي مونطون. كيبداو عندي شارج، ديما كنكتب شارج ديريكت وشارج انديريكت. دونك في كل كو، كل حساب ديال كو، كو داشا كو دو برودكسيون كو دو روفيان ضروري من هاد العمليه. بمعنى كنقسم لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت هنا هو لو بري داشا، و شارج انديريكت هما لي فري دابروفيزيونمون. وديما لي شارج انديريكت كنجبدهم من طابل ريبارتيسيون، كنجبدهم من هنا. كندير هذا هو لا كونتيتي ديما، دونك هذا
Nombre d'unités d'œuvre, c'est la quantité, ou le coût d'unité d'œuvre, ou le prix unitaire. On a compris ça, on va dire. Dis-moi, les charges indirectes, c'est une nouvelle dénomination. À la quantité ou à la prix unitaire. Donc, prix d'achat, je l'ai dit, je l'ai dit 24 000 unités. Je l'ai dit ça. Donc, Taman Diachra, si je me rappelle bien, je vous donne 3,45. C'est ça? Ok. Chalratatini. Ratatini. Ok. 82 800. Ou les frais d'approvisionnement, on est à Djibo? Un Djibo, les frais d'approvisionnement, donc on a on Djibo maintenant. Les frais d'approvisionnement, donc on dit 24 000 unités. Ou on dit, cette fois-ci là, 75. Ou on dit, Amelia, Hissabia. باش نحسب لو كو دونك لو كو داشا ديما هنا ما كنجمعش في لا كونتيتي ما عمر كنجمع ديما كندير لا كونتيتي اشتي 24000 هنا كيكون توجور سي لا كونتيتي اشتي وديما كننزل هذا باش تجيني ساهل هذا اللي كنخدم به هنا هو اللي كيهبط هنا قطاع ما كنجمعش هنا نجمع دونك 24000.75 غتعطيني 18000 دونك هنا 18000 وغادي نجمع هذه زائد هذه دونك غتعطيني شحال اوكي 100800 10000 لا 100000 باغون 100800 100800 وعندي 24000 ميرسي غطيفة دونك سي بون فوالا 100 800 شحال عندي لو كو داشا يونيتير لو كو داشا يونيتير نقسم 100 800 على 24 000 دونك غتعطيني 4.2 اوكي ساليت هاد العملية غندوز للمرحلة الأخرى اللي هو لو سي بي سي بي نمسح هادي اوكي سي بي سي كوا لو سي بي هنا سي لو كون دانفونتير بيرمانون ديالاش ديال الماتيير بروميير ديال ام شنو كيكون فيه شنو هو المعلومات اللي كيكون هنا ما غيبانش ليا حتى هنا دونك حطو هنا اوكي خليها دونك شنو المعلومات اللي كيكونوا عندي دونك نحاول نكتبهم هكا كيكون عندي لي زيليمون كونتيتي بريميتير اي مونطون Les éléments qui couvrent les stocks initiaux plus les entrées. Le total. Après, je mets sortie, le total. Sortie et stock final. Et après, le total. OK. Stock initial, on est rendu bon à partir des les données. Je vais faire une remarque à Ali Adnan. OK, 4. C'est juste, très bien. Voilà, c'est juste. Voilà ce qu'on a trouvé. Stock initial, quand j'ai vu le mot taillette. Donc, le mot taillette, c'est le premier, je suis en dit, on dit 8000, 8000, on dit 3,4. Ou les entrées, venir en j'ai vu, les entrées, quand j'ai vu le mot, on a le coût d'achat. Had, chikam, on a plutôt, on a les entrées. Il y a les chalets en quantité, on dit 24 000 dirhams, on dit 4 facile à jouche, on dit 1000. و 800 دونك نحسب الاولى 8000 3.4 تعطيني 27200 اوكي سي بوني اومالي ما كاينش في السي بي في هذا السي بي اللي كندويو عليه هنا ما كاينش ني مالي ني بوني علاش خصنا نعرفوا علاش سبق الاحداث ياك ليتي دونك توتال 8 زائد 24000 هي 32000 هنا 27200 زائد 100800 هي 128000 très bien هذه كندير عمليه القسمه توتال على التوتال هذا هو اللي كيعطيني سكون ابل لو كو مويان يونيتير بوندري لو كو مويان يونيتير بوندري هو شحال هو 4 كيفاش لقيناها هاد التوتال مقسوم على هاد التوتال اوكي هاد الربعه ملي كنلقاها كنهبطها كنكتبها في السورتي وكنكتبها في ستوك فينها ونكتبها في لو توتال دونك هذه اول حاجه خصني ندير كنمشي نقلب على لي سورتي شنو هما لا كونسوماسيون
دونك هاد لا كونسوماسيون غنجيبها من لي دوني، غنقرا المعطيات ونشوف شحال عندي ديال الكونسوماسيون. دونك لي سورتي شحال غادي نلقى؟ غادي نلقى جوج، نلقى 12000 ياك، وغادي نلقى 10000، 12000 بوغ تي ان و 10000 بوغ تي دو. انا شحال غنكتب هنا؟ انا نكتبهم بجوج المجموع ديالهم اللي هو 22000 4، دونك هي 88000. ندوز ستوك فينال، نقرا لي دوني، الا كان عندي في لي دوني غادي نكتبو، ما كانش عندي انا كنحسبو. شتي باش غنحسبو؟ غندير 32000 اللي عندي في التوتال ونقص منه 22000 وغادي نكتب. مي الا كان معطيني خصني نشوف المعطيات وهذاك الشيء اللي معطي هو اللي نكتب. ملي كنقرا المعطيات كنلقى بان ستوك فينال هو 10000، وبالتالي ستوك فينال تيوريك كيساوي ستوك فينال ريال. دونك نيا ني مالي ني بوني، دونك هنا الامور واضحه تماما. 20000 زائد 10000 هي 32000، دونك نفس المونطون اللي عندي الفوق هو اللي عندي التحت. دونك عندي ليكيليبر 32000 4 تعطيني نفس التوتال اللي هو 128000. سي كلير؟ دونك 10000 4 هي 40000. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que tout est clair jusque-là. Très bien. Ok. Il n'y a pas de questions. Très bien. Nous allons à l'autre étape, qui est l'important, qui est ce que vous allez faire beaucoup. Très bien. Il y a ce qu'on appelle le coût de production. Donc, je vais passer le tableau. Amina Littine, très clair, clair. Ok, très bien, bien. Donc, passons à l'autre partie. Donc, on va essayer de faire ça. Les informations que vous avez déjà. Donc le coût de production. شحال عندي من برودوي؟ واش عندي واحد ولا عندي جوج؟ دونك عندنا دو برودوي. دونك هاد لي دو برودوي اللي عندي خصني كل برودوي نصوب ليه الطابلو ديالو. دونك هذا هو ليتيليتي ديال الكونت اناليتيك، خصني نعرف كل منتوج شحال كيتقام عليا، ما خصنيش ندير كو جلوبال يعني ديال الجميع. ديال كل برودوي سنعرفو شحال كيتقام. تري بيان، دونك غادي نبدا غادي نقول بوغ تي ان، ومن بعد ندوز لتي دو. بوغ تي دو دونك شنو هما المعطيات اللي خصني نكتب كقاعدة؟ دونك شنو هما لي دوني؟ خصني ضروري لي زيليمون، شارج ديريكت اي شارج ان. شنو هما لي شارج ديريكت؟ لي شارج ديريكت اول حاجه هما لي ماتيير بروميير كونسومي، وثاني شيء هو المان دوفر ديريكت. دونك عندي جوج ديال المعطيات هما اللي كيدخلوا في لي شارج ديريكت، الماتيير بروميير كونسومي والمان دوفر ديريكت. ومن بعد كندوز لي شارج ان ديريكت اللي كنجيبهم من طابلو دو ريبارتيسيون، وبالضبط من لي زاتوليي دو فابريكاسيون. انا شحال عندي من اتولي؟ عندي واحد. فوالا، دونك هو اللي غادي نختم به وغادي نسد الطابلو ديالي. كونتيتي بريميتير مونطون، كونتيتي بريميتير اي مونطون. دونك منين غنجيب انا ماتيار بروميير كونسومي؟ غنجيبهم من السورتي. عقلتو على السورتي هنايا شحال كانت عندي؟ كانت عندي 10000 و 12000 ولا 12000 عاد باش 10000. دونك نتأكد من المعطيات. دونك عندي 12000 بالنسبة للتي أن، و 10000 بالنسبة للتي دو. دونك غنجي لهنا و نكتب ماتيار بروميير كونسومي بوغ تي أن كومبيان سي 12000، و شحال لو بخي ديالو؟ 4. و ندوز للتي دو شحال عندي؟ 10000، و البخي ميتاع سي 4. اوكي تخي بيان، دونك ساليت هادي. دونك هنا شحال؟ هي 48000، و هنا هي 40000.
ندوز المان دوفر. المان دوفر ديالك رجع لي لونسي ونقرا لي لونسي ونشوف المان دوفر كل واحد شحال فيه. ديجا هضرنا عليه قبيله قيل بان 3150 كاينه في الاتوليي ولا في تي 1 باردون، وبالنسبه للتي 2 كاينه 2850 ولي مونطو 32 درهم لور سي فو رابلي 32 درهم الساعه. ندوزو للشارج انديريكت لي زاتولي شحال عندي؟ عندي 6000 والسيميل نكتبها هنا؟ لا، 6000 بالنسبه لو توتال غناخذ بالنسبه لكل برودوي شحال خصني ديال السوايع 3150 وهنا 2850 ونشوف اسكو نابيل لو كود يونيتي دوغ. لو كود يونيتي دوغ شحال عندي؟ شحال عندي في كود يونيتي دوغ؟ عندي 28 ديال اللاتيني وكنحسب 3150 في 32 هي شحال؟ هي 100800 و 3128 هي 88200 وكنجمع التوتال 237000 على ما اعتقد. فيريفي الكالكول سيل بوبلي. وهنا لو كو دو برودكسيون بور لو كالكول دو كو دو برودكسيون لا ميم شوز. ما كنجمعش التوتال ديال الكونتيتي مي كنشوف لا كونتيتي برودويت. غنقرا لي دوني ديال ليكزيرسيس وغنشوف شحال عندي فلا كونتيتي دو برودكسيون بالنسبه للتي ان. دونك كنشوف لي نونسي كنلقاو بان نتجنا 3000 يونيتي. وكيفاش غادي نحسب هذا؟ بنفس الطريقه في البريميتير كناخذ المونطون توتال وكنقسمو على لا كونتيتي. دونك كيعطيني 79 يعني شحال تقامت عليا اون بياس دو تي ان تقامت عليا باش 79 يونيتي. تري بيان. ندوز للتي 2 نفس المنطق اللي خدمتي به نكمل حسابي. 2850 في 32 هو 91200 و 2850 في 28 اللي هو 79800 و نجمع التوتال ديالنا 40000 باردون 10444000 هادي 91000 هادي 79800 نجمع التوتال عندي 211000. كنجي للكونتيتي نفس التساؤل كنجي كنقرا لي نونسي ومني كنقرا لي نونسي نشوف لا كونتيتي برودويت دو تي 2 شحال اللي عطاونا في التمرين 2000 يونيتي. وكيفاش نحسب هذا؟ نفس الطريقه نقسم المونطون توتال على لا كونتيتي برودويت وغيعطينا 105.5. تاكدوا من لي دوني وصحاح واش الكالكول هو هذاك تري بيان امينا لي تيم اوكي دونك اوني سور لو بون شومان. دونك نكملو. دونك شنو عندي دابا؟ دونك لما اللي بقى سي كوا بقى لنا سي لو كود روفيان ريزولتا اناليتيك جو في فينير ايسي. Donc, on a ce qu'on a. Après le code de production, CIP. CIP de quoi? De produit fini. Donc, chaque produit fini, il y a des T1 et T2. Je vais laisser comme ça. Donc, je vais limiter ça. Ici. Les éléments. Après, donc, on a quantité, prix unitaire et montant. Donc, on a les éléments, je peux arrêter jusque-là. Très bien. Montant, donc, on a les éléments, quantité, prix unitaire et montant. Ok, impeccable. Je trace comme ça. Donc, je t'envoie les données les NT. Pour T1, il y en a. Donc, je vais dire là. Stock initial. Là, je mets entrée. C'est bon? Ok. Je t'envoie les données les NT stock initial. Je ne sais pas si j'ai des remarques. Je vais voir. Ok. Cool. Je vais voir. Ok. Erreur. Non. Bien. Donc, on continue. Stock initial, je vais aller dans les données de stock initial.
راهو لي دوني غتلقى 500 هنا 86 دونك هذا عطيني سي 43000 ديرهم وغادي ندوز في لوتر كوتي شنو غادي نلقى هنا لي زونطري منين غادي نجيبهم لي زونطري هما هادو لو كود دو برودكسيون انا ناخذ هنا ونطلعو لونطري شحال فيه 3077 عندي في البريميتور اي لو مونطون سي 237000 237000 اوكي شنو غادي ندير دابا نجمع التوتال هذا زائد هذا يعطيني هنا التوتال وهنا 3500 دونك شحال غتعطيني في التوتال 3500 هنا 80 72 على ما اعتقد صفر 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 زيد 3 7 10 4 3 8 280000 دونك 280000 دونك هادشي اللي كاين دونك كاين 280000 مقسوم على 3500 دونك غتعطينا 80 سي بون ولا 78 عالية عندنا سي بي سي 78 نتيجة Les autres. Donc, 583000, les entrées. Donc, 3079, donc on a calculatrice. On va vérifier ça. 3079, donc on a 4300. Ok, 4300 plus 3079, donc 4000. 200 شحال درت تما لا 43000 باردون بلس 237000 درهم كتعطينا 280000 مقسومه على 3500 كتساوي 80 فوالا 80 ما كاينش 78 حبيبه حماني دونك سي 80 تري بيان لقينا 80 دونك غادي ندوز للوتر كوتي سورتي ملي غنجيب انا السورتي سورتي غادي نشوف لي فونت دونك غنشوف هنا لي سورتي كيكونو عندنا لي فونت هاد لي فونت دونك شحال عندي ديال تي ان كومبيان دو فونت بور تي ان دونك بور تي ان اون اور 2500 هنا 2500 ديال لي فونت واش غادي نكتب هنا لو بخي دو فونت نو كناخد هذا لو كو مويان يونيتار بوندري لي خرج ليا هنا هو لي كنعاود نكتبو في هاد لوط كوتي ناخد 80 80 سي بون اوكي دونك 2580 دونك عطينا 200000 ومن بعد ندوز ستوك فينال ستوك فينال عندي سي تشين دوني هذاك الشيء اللي عندي في لي دوني هو اللي غادي نكتب شحال عندي في لي دوني عندي 1100 فوالا 1100 1180 هي 88000 نجمع التوتال دونك عندي 200000 هنايا 288000 كنجي هنا 2500 زائد 1000 هنا غتعطيني 3600 ملي كنقارن عندي هنا 3500 عندي 3600 دونك هي با ليكيليبر وانا خصو يكون عندي ايكيليبر دونك هنا إل ساجي دو كوا إل ساجي دان بلوس عندي شي حاجه اللي هي زايده دونك هذاك الشيء اللي زايد كيتسمى ان بوني كاين فرق ما بين ستوك فينال ريال و ستوك فينال تيوريك نورمالمون خصو يكون عندي غير 1000 ستوك فينال هنا خصو يكون عندي 1000 باش تكون 2500 زائد 1000 تعطيني 3500 ويكون عندي ليكيليبر دونك ستوك فينال تيوريك 1000 وستوك فينال ريال هو اللي عندك في لي دوني شحال عطينا في لي دوني 1100 كاين فرق ديال كومبيان كاين فرق ديال 100 يونيتي هاد ال 100 هادي دونك فين غادي تسجل دونك جو شيرش ان نوتر ماركور اوكي 2 دونك هنا كنسجل البوني بوني شحال 100 يونيتي شنو الفالور كنعطي كنعطي هاد الفالور ديال لو كو مويان يونيتي بوندير 80 دونك هنا 8000 وكنعاود نغيكتيفي لو توتال ديالي لو توتال شحال غادي يكون كنعاود نمسح هاد لي دوني اللي عندي هنا هاد 3500 كتولي 3000
3600 وهذه كتولي 288000 وبالتالي كيولي عندي ليكيليبر ما بين لي دو توري جو كرو سي كلير بوني 600 ديال امبيكابل سيل يا دي كيسيون نيزيتي با دو لي بوزي سي فو بلي ندوزو ل سي 2 بنفس الطريقه اوكي جو مي كوم سا عشان صايب بان دونك ندير واحد الكوتي اوكي كوم سا اوكي تري بيان je mets quantité, pardon, les éléments, quantité, prix unitaire, montant. Les éléments, quantité, prix unitaire et montant. Très bien. Je vais ajouter les éléments là, toujours stock initial. Entrée, sortie et stock final. Lorsque je parle de stock initial, je chauffe les données. Je vais les données. Je vais 0. Les entrées, je vais les maintenant. Donc, elle fait. Je vais l'entrée. Il y a le coût de production. Je vais les données. Je vais les données. Je vais les données. Je vais les total دونك هنايا لو توتال هو نفسه دونك ما عندنا نحسب هنا دونك 2105.5 211000 لي سورتي قلنا ملي كنجيبو لي سورتي سو سون لي فونت دونك ندوزو لهنايا جو مي هنايا فونت باش نفهم نرجع لي دوني نشوف لي فونت شحال عندي 1200 ديالك 1200 دونك هذيك 1200 جو في فيريفي 1200 ça ou je vais dire 125 tu m'as dit là je vais dire le coût moyen de faire pondérer 100 comme ça passer la comme ça 100 comme ça passer la comme ça et le coût de coller 100 comme ça passer la comme ça ou quand je fais le calcul ok monsieur quand ça beaucoup je dis quand ça beaucoup le coût moyen عاد كنحسبوا البوني ولا العكس oui bien sûr كتحسب لو كو مويان يونيتير بوندري هو الاول تا كتسالي من بعد كتعرف واش عندك الفرق ديال البوني ولا المالي فهم اوكي امين عليتي دونك ستوك فينال شحال عندي في ستوك فينال نشوف لي دوني عندي ستوك فينال في 700 دونك نكتب 700 700 دونك 105 الكالكول جو في نوتي الكالكول الاولى فيها 126600 واش كيبان هذا الصبورة كيبان التوتال اوكي 705 دونك عطينا 73850 اوكي 1200 زائد 700 شحال 1900 وهنا شحال عندي 2000 دونك 1900 و2000 دونك هنا عندي نقص النقص ديالاش نقص ديال 100 يعني العكس ديال الاول دونك هنا اون بارل دو كوا ان مالي دو كومبيان دو 100 باش تعطينا 2100 donc on va dire 105 9 la valeur ça va être 110550 on جمع التوتال والتوتال خصو يكون عندي ايكيليبر اتفقنا ما اتفقناش هادشي مفهوم ولا لا لا كاين دي كيسيون نيزيتي با دو لي بوزي سي فو بلي دونك هنا 2000 1200 زائد 700 هي 1900 زائد 100 هي 2000 دونك نقص التوتال وهنا بالتالي غتكون عندنا 211. Je crois que c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok. Je vais effacer cette partie. Donc, on va parler du dernier élément. C'est le coût de revient et résultat analytique. Ok, merci. Ok, je commande maintenant. Monsieur Abdelrahim Lajja, très bien. On a dit, on va parler du coût de revient. بالنسبة au coût de revient, je vais vous dire qu'il y a un coût de revient. Donc, tu as dit qu'il y a un coût de revient les deux. Yani pour T1 et pour T2. Donc, je n'ai pas les éléments. Mais qui coûte où il y a القاعدة ديال كود روبيا دونك هنا
deux éléments, charge directe et charge acte. Charge directe, c'est le coût de production des produits vendus. Madame Nikenjibad Maloua, les sorties. Ah, les sorties, les années. Finalement, elle m'a le matado. Moi, l'équipe, on nous lit le coût de production des produits vendus. Mais je suis 2500, on a 80, donc maintenant, 1000 F. Aux charges indirectes, nous allons pas, moi, les frais de distribution. Mais les quand j'y vois, elle m'a même tableau de répartition des charges indirectes. Tableau de répartition de charges indirectes, ou quand on a fait le mail au Madier. Tchao, regardez le cas. Quel cas, BNN, Andy. Alors, j'ai le tableau, pardon. Quel cas, BNN, c'est 4000. Donc, on a dit 4000, mais il y a 4000, Kaina. 2500, Diel, le Wolani, Diel, P1, ou Kaina. 1500 ديال الثاني ارجعوا ليها باش تعرفوا منين جبناها اوكي دونك هي ديال ديستريبيسيون ديستريبيسيون دونك هنا 2500 وشحال البري يونيتير سي دير لو كو دونيتي دور لو كو دونيتي دور هو سعود اي جو في لي كالكول دونك 2500 فوا 9 صافي 22500 ونجمع التوتال غتعطيني 122 500. وطبيعة الحال هنا الكونتيتي ما كنجمعش كناخد ديما لا كونتيتي فوندو اللي هي عندي فوق 2500 هذه مقسومة على هذه شحال غادي تعطيني غتعطيني 89 ألف ميم طرافاي بور تي دو دونك بور تي دو كاين شي سؤال على المعتقد مسيو جاريف با تروفي فوتر نيميرو دو واتساب بور لو كوب اوكي دونك نورمالمون راه كاين في لاشين نيميرو دو واتساب ديالي غتصيفط ليا ومن بعد ندخلك اللوغو اوكي رين وبيدو لا رين وبيدو قلنا لو ميم طرافاي لو ميم طرافاي ستادير سي كوا لو ميم طرافاي هنا عندنا شحال هو هذا فوالا اوكي نجيبو هنا سي 1200 فوا 105.5 سا دون كومبيان 126600 Un peu comme les charges indirectes, on dit vous, on dit non, on dit le T1 ou on dit le T2. Il y a 1500 ou le prix unitaire c'est 9. Donc il a donné la même chose, c'est bien. Maintenant, 13500. Je mets, il y a 1000 F ou 1000. Donc ça va être total, c'est pas total, mais quand ça va être quantité vendue, il y a 1200. Je vais le regarder à Tiny. Ouais, Tony, 116.75. Vérifie le calcul s'il vous plaît. Ok, واش هذا الكالكول صحيح ولا خطأنا في شي عملية حسابية؟ Faites le nécessaire. Donc, هذا شنو كيعني والو؟ هذا هو لو كو دو برودكسيون unitaire. يعني تقام عليا T1 une pièce de T1 تقامت عليا ب 89 درهم. و une pièce ديال T2 تقامت عليا ب 116.75. وبالتالي غنعرف راسي واش ربحت ولا خسرت. باش من طريق البيع دونك انا ملي كنبيع الثمن اللي خصني نبيع به نورمالمون خصو يكون فايت لو كون دو برودكسيون يونيتير نيس با اوكي دونك ندوزو للريزولتا اناليز دونك بالنسبه للريزولتا اناليتيك اشنو كيساوي ريزولتا اناليتيك ملي كنقولو اناليتيك سي دير ريزولتا ديتاي يعني ديك برودوي قاعده سهله ou le prix de vente moins le coût de revient. Donc, je n'aurais qu'à dire, prix de vente, ou bien on dit le chiffre d'affaires, moins le coût de revient, qui atteint le résultat analytique, RA. Quantité, prix unitaire, montant. Quantité, prix unitaire, montant. Donc, le prix de vente, combien? Il y a 2500. الثمن ديالو هو 100 درهم ياك هادشي اللي لقيناه 2500 100 درهم هي 250000 وبالنسبة للوطخ عندنا 1200 ومضروبة في 125 كتعطينا 150
ألف لو كود روفيان هو هادشي دونك كنهبطهم هنا 2500 89 دونك باين شحال رابح رابح درهم ماشي درهم رابح 11 درهم في لابيس دونك كتعطيني هنايا شحال 222500 عملية الفرق هنا كنديرو ناقص هاد ناقص كينطبق انيكمون على لي مونطون مكينطبقش على الكونتيتي الكونتيتي كنهبطها ديريكتومون دونك غادي نلقى هنايا بان كنربح 27500 درهم بالنسبة لو مونطون جلوبال ولا بغيت نعرف شحال كنربح الوحدة غادي 27500 نقسمها على 2500 كتعطيني 11 درهم دونك كنربح بالنسبة unité vendue. Nous de l'autre côté, donc la même chose, on a pris le coût, ou 1200, 1100 facile à 570, 1400 000 ou 1000, on a la quantité vendue, on a mis le prix à 1900 نسيو لي فونت ديال تي 2 60 ولا 1500 اوكي ما جو سي با نعاودو نقراو واش كتسولني على هادي ولا على هادي واش كنهضروا على البرودكسيون ولا كنهضروا على كود برودكسيون دي برودوي فوندو سي جوست وي 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 ميرسي 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 دونك جو في ريبوندر فاطمه الزهراء لي فونت راه هي 1200 1500 سي لي فري دو ديستريبيسيون اوكي سعد بليحي 1200 ميرسي اوكي اش فين وصلنا دابا سالينا ولا مازال اون اريت لا او بيان اون تيرمي لا ديرنيير كيسيون كومو اون ديتيرمي لو ريزولتا دو لا كونتابيليتي جينيرال وي جاتون فوت رياكسيون بور كو جو تيرمين دونك صافي 1 اور كو جو بارل اوه يا الله واخا نشطح هادي ولا نشرح نشطح واخا نشطح لينا نلعب تاني الريزولتا انت من الريزولتا بغيتي نشرح ليك نويله بصيو كيفاش كنحسبوا لا كونكوردونس دو ريزولتا نورمالمون راه داير ان فيديو اللي خاصه بهاد لا كونكوردونس ترجعوا ليه نورمال نخلي لكم نخلي لكم ان شاء الله لو ليان ديال لا فيديو اللي كنشرح فيها لا كونكوردونس باش تفهموا اكثر هما غادي نشرحوا هو هذا السؤال الاخير السؤال الثالث هو اللي كيقول لكم كيفاش نحسبوا الريزلتات دو كونطابيليتي جينيرال هو لو باساج من الريزلتات ديال لا كونطابيليتي اناليتيك للريزلتات دو كونطابيليتي جينيرال اوكي بار لو طابلو دو كونكوردونس تري بيان سعد بليح امينه ليتي هي العكس ديال الكونطا اناليتيك في الحساب العكس ديال اوكي اوكي دونك كومون فزافي في شي واحد اقترح علينا كومون دونك على بالي مسح السبوره يكتب لينا كومون الى في بور تروفي الريزولتا دو كونطابيليتي جينيرال تري بيان او جو في افاسي ونخدموا اونصوم مسح شي اوكي نمشي نوجد لايف اوكي خالد بار طابلو دونك السؤال الثالث هو شنو هاد السؤال قلنا ديتيرمي الريزولتا دونك هي ولا سكون ابل لو طابلو دو كونكوردونس كونكوردونس سي تادير هو لو باساج دو ريزولتا دو كونتا اناليتيك لريزولتا دو كونتابيليتي جينيرال كيما كتعرفوا نورمالمون كنقولوا الريزولتا جينيرال الا بغيتي تعرف الديتاي ديالو هما الريزولتا دو كونتا اناليتيك هذا نورمال واللي كيبدا من اول وهله ولكن كاين واحد ديفيرونس هاد لا ديفيرونس اللي كندويو عليها دونك هاد لا قلنا شنو هي انا ديفيرونس دونك الطابلو اللي كندويو عليه طابلو دو كونكوردونس هو اللي كيخليك انك دوز من الريزلتات كونطا
اناليتيك الريزلتات كونتاجينال قلت لكم من اول وهله كيبان بانه راه غادي يعطيوك نفس الشيء يعني الا جمعتي الريزلتات كونتا اناليتيك كيعطيك هو ريزلتا دو كونتابيلتي جينيرال مي نو هادشي عرفناه من الباساج ديال لي شارج دو كونتابيلتي جينيرال شارج دو كونتابيلتي اناليتيك كاين واحد الفرق كاين واحد المعطيات اللي ماشي هما نفس ما لي شارج نو انكوربوراب لي شارج سوبليتيف مالي بوني ايت اوكي اميناليتي دو ريزلت كونتا جينيرال كتساوي الكونتا اناليتيك يعني الريزلتات كونتا اناليتيك بلس لي شارج نو انكوربوراب مو لي شارج سوبليتيف اوكي متاكده من هذه المعلومات اميناليتي واش متاكده اوكي جو مي كوم سا اجل بلس مو هنا لي زيليمون اول حاجه كنبدا بالريزلت دو كونتا اناليتيك دونك عندنا جوج ديال عندنا تي 1 و تي 2 اوكي جوج و بيان نجمعوهم يا يكون كل واحد بوحدو ندير تي 1 تي 2 و الديفيرونس ملي كتجي من شارج نو انكوربورابل و كتجي من شارج سوبليتيف اوكي او من المالي او البوني صافي و كندير عمليه حسابيه لا ديفيرونس ما بين هاد التوتال اللي غيكون عندي في البلوس والموان لا ديفيرونس بيناتهم هو اللي غيعطينا الريزولطا دو كونتابيليتي جينيرال اوكي شيماء ريزولطا دو كونتا اناليتيك بلس لي شارج سوبليتيف مو لي شارج بنو موني بلس بوني وي شيماء تري بيان سي سا اوكي است كيليا دوتغ ريبونس نحاول نكتبوا لي دوني الريزولطا اللي تعطاتنا شنو هما لي ريزولطا سيل بلي Résultat, donc on a résultat de P1, ça fait combien 27 500. Il est positif, tu as mal positif, quand négatif, tu as mal négatif. T2, tu as 9 T2, 9900. On a des calculs qui sont ça. Donc on a le coup de maille, le khatar, tu as le coup de maille, dis-le attention. Très bien, donc je rigole, donc fais attention. Et rectifier s'il y a quelque chose à rectifier. Et faites-moi signe, s'il vous plaît. Très bien, Shaima. Donc, on a un résultat de compte analytique. Les charges non incorporables, moi, les matins, on a les données. On a dit les charges non incorporables, on a 5750. Donc, on doit diminuer les charges non incorporables. Les charges supplétives, 22 600. Le Mali, où est le Kina? 10 550. Le Boni, ça fait combien? 8 000 à la marque. Voilà. Vous les prenez en cash bon directement, cash bon directement. Quand vous l'avez, je parle le Kito. Je vais chez Wadak, le Machi Wadak. Les autres? Quand on a un seul, donc 27 500 plus. Plus 9900, qui est donc on a connu ma compte. Donc plus 9900, plus je me cherche. Ok. Très bien. Ok, 27 500 plus 9900. كتعطينا شحال 3000 هذه كتعطينا 37400 زائد 22600 اوكي زائد 8000 كتساوي 62000 لوتر 5750 زائد 10550 كتعطينا 16300 دونك لا ديفيرونس ما بيناتهم كتعطينا 51700 هذه هي الريزلت دو كونتابيليتي جينيرال 68000 ناقص 16300 فوالا طافيه كتمشي اوكي اوكي سي كوم سا تبا باين ياك تخي بيان الشكل المعاكس
Ok, je sais pas si c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, la concordance, c'est ça, c'est le fait de passer une charge de compte analytique, une charge de comptabilité générale. Donc, la correction, donc, s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres propositions, je suis à votre écoute. Qu'est-ce Oui. واش خرج لكم بحالي وما خرجش لكم بحالي؟ نو اوكي اميمه نو وي شحال خرج لكم؟ عاودوا احسبوا الله يرضي عليكم. وميما الى دي نو دونك شحال خرج لك انت قولي لنا دويراني سعد مرتجي اليتيم ميرسي دويراني اوكي واش خرج لكم بحال اللي خرج ليا وبيا نو 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 منال موروكو نو ميرسي بوكو الله يرحم الوالدين مرحبا اوكي خرج لك على اللي قالوا لي نو اميمه منال Tiens, je l'ai. Ah, je peux commettre des erreurs. Je peux faire des erreurs de calcul. Mais vous n'êtes pas censé de faire des erreurs le jour de l'examen. Là, men goult wesh ma kayn ta question. Ah, ok, kazri al les questions. Très bien. Ma kayn ta chtawal kulchi wadah. Bien, c'est une bonne chose. Donc, l'exercice là, il va être prochain. Radi kon chouya. دونك نزيدو فيه نغيزه كما كنقول يكون شويه قويصح دونك باش اننا نخدمو على بليزيوغ زيليمون واخا هاد لي زيكزارسيو لي لايف يكونوا طوال ما نتمنى انه يكون مفيد بالنسبه للجميع دونك سي با دو كيسيون دونك جاريت لا دونك جاريت لو لايف مانا ونشوفكم ان شاء الله دونك نعلمكم في الواتساب نقولوا واش كاين لايف غدا ولا ما كاينش ونعطيكم ليكزارسيس الا كنا غادي نديرو واخا اوني داكور دونك التوقيت كيناسبكم دونك الجوج مناسبه ليكم دونك غدا غالبا غيكون عندي ان مونبيشمون دونك نخليو يمكن الخميس او يا سي اوكي 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 ميرسي ميرسي ممكن تعاود مالي والبوني اوكي المالي ممكن نعاود شوف ما عرفتش مرتجي واش انك ديجا شتي لي فيديو اللي درت على المالي البولي الا ما شفتهمش عاودي شوف فيهم من بعد ردي عليا نعاود لكم الفرق بيناتهم ساهل ديما كدير سكون ابيل لو ستوك فينال تيوريك ولا لو توتال خص يكون عندك بحال ما خرجت لك بحال كانت جهه ناقصه مع الاخرى كاين الجهه ديال لي زونتري الا كانت هي اللي ناقصه دونك هذاك كيتسمى بوني الا كانت الجهه ديال لي سورتي هي اللي ناقصه هذا كيتسمى مالي لا ديفيرونس بيناتهم فهم دونك هذا بابسط شرح وابسط مانيير باش تفهمي هاد لي زيليم يعني كشرح اخر المالي كنقولوا هو انت تيوريكمون كتكون حاسب كتقول مثلا خصو يبقى ليا في ستوك فينال 100 ولكن انت ملي كتجي كتحسب ريالمون كتلقى 80 دونك شحال لقيتي ناقص هذاك النقصان ديال الستوك اللي اكتشفتي كيتسمى مالي الا كنت انت حاسب تيوريكمون كتقول ستوك غيكون عندي 100 ومنين حسبتي لقيتي 120 دونك لقيتي واحد الزياده دونك سي تان بوني سي تان غاب بون فوق دونك هذا هو الفرق اللي كاين حبا حماني مسيو 9900 منين جبتيها 9900 وبغيت نعرف 9900 فين هي بلا اوكي الريزولتا هادي هذا الريزولتا ديال تي 1 والريزولتا ديال تي 2 شحال لقيتي انت في الريزولتا ما بقاش عندي مكتوبه ما نشوفها هنايا في الريزولتا اللي كنت كاتب فوالا هي 1200 في 8.25 عطاتك 9900 حماني اوكي ارجع للطابلو ديال الريزولتا وغادي تلقاها ريزولتا اناليتيك اوكي اسكي لي دوت كيسيون نو ما كاينش دونك جاوبت على الاخر ميرسي 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 اوكي
دونك شكرا على المشاهدة، شكرا على المتابعة، شكرا على الدعم، وما تنساوش انكم تبارطاجيو المعلومات مع اصحابكم بطبيعة الحال لكي تعم الفائدة. بارك الله عليكم، السلام عليكم.